11/10/2012، درعا المحطة، قصف مدفعي عنيف على منازل المدنيين بدرع البلد واقتحام درع البلد بالدبابات والمدرعات، قصف بالدبابات والمدفعية الثقيلة والصواريخ على درع البلد، 11/10/2012، درع البلد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. تصاعد أعمدة الدخان الكثيف من منازل درع البلد بسبب القصف المدفعي العنيف، قذائف الدبابات والمدفعية الثقيلة.